نادي سيس شيرا كافي شو يقولون؟ بسم الله طلاب تقول ان هذه اوربيتال كافيتي اور اور اوربت اند اور اي بول اور اوربت وي كونتنشن كونتنت فروم دي بيراميد ان شيب هو كافيتي بس شنو يشبه شنو بيراميد ان شيب فور سايدد بيراميد هو بيراميد بلس شنو ثلاثه ثري سايدد بس هذا اربعه اذا اوربيتال كافيتي شيب مالته انفيرتد البيراميد تكون الابيكس مالته تكون في انترنالي اور دي بيس اكسترنالي اوكي ات هاز هاو ماني وولز أربعة. Superior wall machine تكون mainly front of wall and lesser wing of sphenoid. أم دي أم بابو بها. إيه ما أوضح طبعا. شوفنا هاي يلو كلا كلا. هاي يلو سوتشر. شفتوا ولا؟ هسا هذا هو كله front of wall. وهذا lesser wing. فاتوا lesser wing. أوكي؟ يلو كلا. هسا هذا منه front of wall. هذا منه lesser wing. فاتوا كلا. طلع. سوف نقول فرونت اوف بون وذاك الجو سوشيال فنقول لسر وينج اوف سفينويد بون لازم تشوفوه بعدين بس بالعمل احنا ما نجيب هذا السؤال بس كثيوري مهم اذا ميديال وول كومبوز فروم تختار سنجل تشويس هذا الروف مالتنا هاو ماني بونز فرونتال هذا لسر وينج اوف سفينويد اولسو وي هاف لاترال وول كومبوز فروم greater wing of sphenoid and منو zygomatic process or frontal process of zygomatic bone two bones how to love هسه عندك frontal process of zygomatic bone also عندك greater wing الفلور مالتها طلاب مش يتكون mainly from the maxilla and zygomatic with منو palatine process قد نقول شي مو your body your body of sphenoid ايه اوكي عندك هسه الماكسيلا ميلي بعدين الزاغوماتيك عندك شنو بارت اوف ذا بالاتاين بون سمول بروسيس اوف ذا بالاتاين بون ان ذا فلور مالتنا اذا زاغوماتيك ماكسيلا سمول بروسيس اوف ذا بالاتاين بون بوسي مور بوسيديور انترنال تكون بس قصدي الزاغوماتيك واحد شوفوا والماكسيلا بون واحد مش مسوتش هذا اليارو انكلاب بتوين اوف ذم واحد في الفلور مالتنا عندك الميديال وول مشين تكون فور 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 ماكسيلا أول شيء frontal process of the maxilla من بعدها behind with lacrimal مقسمة كله شوفوا التقسيم مالتها lacrimal بعدها احمود بعدها sphenoid four bones شوفوا طلاب هاي أول شيء maxilla بعدين lacrimal احمود sphenoid شوفوا طلاب هنا حد لو ما شفتوا يعني بالعمل ما كلش مهم بس مبينة طبعا شو شو مبينة أربع خطوط صغيرة كلش واحد فالثيكست وول ياهو تكون سترونجست ثيكست وول ياهو تكون فيري سترونج وول فلازم تتحمل ضربات وعم يتعارك فرب العالم خلاص يتحمل بوكسات مو شيء اذا كان ثاني كان شيء واحد يفاق ينكسر اي بول راح وصار بلايندنس تمام يو فلازم الحاله هي شويه فهذا الاوربيتال كافيتي طلاب باشكال ها كثيرة مهمه طلاب بالامتحان مهم أفر الروف مالتنا تو بونز لاترالي 3 ميديالي ايضا 4 والفلور لاترالي 2 ميديالي الفلور مالتنا ايضا 3 3 بونز ذاك 4 الميديالي اوربيتال كافيتي نيجي على الاوكيولار مصر طلاب هسه اكسترا اوكيولار مصر هاو ماني مصر عندنا؟ 7 تمام؟ خوش عندنا 4 ريكتاي مو هاي سوبيريور ريكتاس طلاب على جوا هاي سوبيريور ريكتاس سوبيريور ريكتاس اللي جوا وهذا فوق يعني هيك شو صرت بس لا كثير موجوده بس لا خمس سنين انا حاسس انه اوديشن اه هي كمان موضوع يعني اي بول يعني هي هسه تصوروا بعد ايش تقروا صوروا بعد ما
لا تقولون بش اسمه أو ضوء هذا شيء نظرة ما كلمت فقط أوكي خلنا العمل خلنا نصدر على طلاب النظر إن حدث ثلاث يوم على الآي بوغ نشوف خلنا نشوف دكتور علي نتفق وياه أوكي تمام راح نختصر بالنظر خلينا نشوف دكتور علي اتفق وياه نعطيكم الاي بول اوكي نيجي نسال الاي بول مالتنا الاي بول مالتنا الدايمتر مالته تقريبا 2.5 سم يعني 2.5 سنتيمتر اوكي اور اي بول كومبوز فروم هاو ماني لايرز 3 لايرز 3 كوتس 3 طبقات اكسترنالي عندك شنو فايبرس كوت نسميه بعدين ميدل كوت نسميه كورويد والانترنال كوت نسميه ريتينا السكليرا نسميها الفايبرس كوت نسميه سكليرا والكورنيا وديس وان كورويد internal aspect information وريتنا الشبكية تمام؟ زين نيجي على الـ first code الـ first code كون شنو white in color white ولا؟ محتاج مجر هذا؟ محتاج إذا this white in color it composed from two parts أو ترشقت كم طبقة كم منطقة؟ two parts سكليرا posterior اللي تقريبا anterior منه؟ كورنيا this one كورنيا هاي transparent layer هاي كورنيا ما هو؟ شيء يسمى قرنية العين وهذا زين القرنية القزحية قرنية قزحية قزحية قرنية قرنية قزحية العين يجوا الايرس اوكي this one is a first layer composed from two part more posterior one called sclera the white and the tough and strong layer this one I منهم سكليرا اوكي anterior one منهم one is cornea جيد هاي فيرست لير انتهينا الطلاب اكو اشكال اشكال روح شباب اشكال من هنا اوكي عرفنا هاي بصعوبه راح سكلير والكورنيا راح سكند لير طلاب وي هاف شنو كورويدز هاي الكورويد مالتنا نسميه فاسكولار لير كل البزلز نشوفها الارتر والفين كلها موجود هنا ان ذيس لير نسميه كول كورويد كورويد لير فالكورويد كومبوز فروم ثري بارتس هسه هذا كان اثنين بصعوبه راح سكلير والكورنيا راح سكند لير طلاب وي هاف شنو كورويدز هاي الكورويد مالتنا نسميه فاسكولار لير كل البزلز نشوفها الارتر والفين كلها موجود هنا ان ذيس لير نسميه كول كورويد لير فالكورويد كومبوز فروم 3 بارتس هسه هذا كان اثنين سكلير اند كورنيا ذيس وان 3 هاي كل الاريا نسميه شنو كورويد ذيس بارت نشوف الترانسفيرس سكشن هاي ترانجولار اريا نشوف ترانجولار اريا تمام نسميه سيلياري بودي اي وترنال بارت نسميه ايرس قزحيه هو هذا قزحيه اذا داخل الكورنيا ايش عندك؟ هاي قزحيه مالتنا مش نجيبها بالعكس اوكي ذس وان نسميه فور ورا الكورنيا عندك الايرس ذس وان سيلياري بودي ايش من عفوا الكورنيا واضح هسه طلاب الايرس سيلياري بودي والكورنيا 3 بارت ان سكند اوبشن والله بالله This one, iris, ciliary body, and choroid. Three parts. من هذا؟ second layer. نرجع على second layer أحمد. أحمد. This called choroid. أحمد. ما مثلاً؟ في بزر ده مثلاً. This one called choroid. choroid نفس اللي نسميه ciliary body, triangular shape. ولا؟ هاي triangular shape نشوفه. Transverse section. Called منه ciliary body. واضح كلا؟ And the ending of the second choroid ينتهي بالretina. نشوف الretina شلون نازل؟ هاي two retina. ريتينا وش اسمه؟ ايريس سوري ايريس هاي الايريس طلع اذا ايريس ويا طلاب ايريس سيلياري بودي اوكي اند ذس وان كورت هاي سمي فاسكولار لاير شكو بي بير اند ارتريس ايش قال من هنا؟ ايش قال وين؟ من عند اشكال الكورت ولا واضحه؟ اوكي هاي سكند ثيرد لاير طلاب كول شنو؟ ريتينا الشبكيه هاي ريتنا كل internal aspect of the third layer نسميه ريتنا كلها covered by the layers كلها تكون sensitive to the light very sensitive light will be كلش nerve ending present in this layer نسميه nervous جامد ما تيجي نايت neural layer نسميه neural layer this one هاي سمينا vascular layer this one neural layer كل اعصابها ها؟ بس دنت برسكتي خويتي ما اعرف ما تينا قشطه ما حاصل This one called neural layer هذا سمينا كورونا فاسكولار فالنيورال لاير اكستند فروم تو لاف هسه هذا بشوفه وياه وش نيرف هذا؟ اوبتيك معروف هذا كمان اوبتيك نيرف فانترنال اسبكت اوف ذا اوبتيك نيرف نسميه اوبتيك ديسك
اوبتيك ديسك عندهم على بال جماعه الاوفثالمولوجي بتباع على غير فقولوا شوفوا الاوبتيك ديسك قولوا شوفوا عادي نورمال عندهم على الاوفثالمولوجي بتباع على غير فقولوا شوفوا الاوبتيك ديسك قولوا شوفوا عادي نورمال عندهم على بال الكمبيوتر فهم بالفاصل عين فعادي شوفوا الاوبتيك ديسك كلش واضح يكون بالسنتر هتكون سنتر تو ميديال صاير ميديال النيرف القصد هاي سمعنا اوبتيك ديسك اوكي الاريا بين الاوبتيك ديسك اند ذس وان شو هذا اللي طلع جماعه احمد هاي اسمها اورا سيرتا اورا سيرتا هاي كلها ريتنا طبعا هاي كلها ريتنا تشوف هاي كلها انت ما اسمك سمينا ريتنا شنو طلع ثير دي سيان تمام ذس اريا بين اوبتيك ديسك اند اورا سيرتا كولد شنو ريتنا بس كل فيري سنسيتيف تو لايت تكون حساس جدا للضوء هاي المنطقة. وهذا beyond the area اللي الميكروس ممبر خلينا نقول الشبكية تمتد cover the ciliary body and iris posteriorly insensitive to light. فهمنا هسه طلع؟ هاي اللي كله شنو؟ cover by the retina. فالأرى بتون optic disc والأورس الريتا sensitive to light. زين بيا صار كل شيء. beyond after this أورس الريتا شيء جينا اللي هي insensitive. اللي إيش هنا ciliary body posterior wall and iris posterior wall مالته. فلا هسه ليه راك تسوي كل شيء من هنا في غير بس في ريس انس بالكسر شكنا وتعرف تنقل منه مطلقه بس اصحاب ايش اسمه اعرف تمام فارس اريا كول شنو سارتنا تمام انت ما اسك فارتنا انقسم الى تو بارت شلون فالي رسمنا هذا وان اوبتيك ديسك مو داخل الاي فولنتير نال بريتنا اوبتيك ديسك فالاريا بتون اوبتيك ديسك تو ذس لاين هسمي اورا سارتا مو هذا السرد سنتريا بالاول مسننة شو كل مسننة صاير سينومية فالبتوين اريا بتوين اوبتيك ديسك عند اورس اللي تقول اوبتيك بارت السنجي اوبتيك بارت هالحكي ما قلنا هذا جديد اوبتيك بارت زين اوبتيك بارت very sensitive to light very sensitive to light after this line خلينا نقول beyond this line يستمر الشبكية الريتينا كبر دي منو ciliary body and iris insensitive to light هاي 3 ليرز خلاص عندك سكليرا كورنيا فيرست وان سكند وان كورايد كورويد لير والثيرد وان ريتينا اذا فايبرس اول شيء كان ثاني شيء كورويد ثالث شيء ريتينا اكو اشكال هنا طلاب نجي انت بس اوبتيك ديسك يعني بس تشيل اوبتيك يعني مدخل انترنس اوف ذا بيرسينج اوف ذا اوبتيك نيرف ما قلنا دائري شنو خرب المكان دائري يعني شو Entrance of the piercing of the optic nerve. What will the direction change? How will it? The location is circular. يعني شو؟ يعني دائري. يعني شو بقى؟ لو توحدي هاي بزاي صار ده وقت ديسك ليها طبعا صار مثل ديسك. عندك بس الدوارة تيتي؟ ديسك ديسك بس شيء قرصي. يعني بس شيء مكان هذا مكان يعني قرصي تيلا. ما أدري شو يجي يعني. بس مو سنسيتيف لا بس قصدي هو كاوبتيك ديسك مدخل الاوبتيك نيرف هذه جلو اللي يجي جوا خلينا زين طلاب فاذا تاكل الامتحان تاشير هنا ايش تكتب ابو طلاب انا درجه تاشير هذا سير ما تقول وهذا ايرس هذا ايرس هذا مو استولوجي قدام عين لازم تضبط طلاب وياك زين بس ايرس بس مو كورايد يبو هاي كورايد سيلري بادي هذا سو نايرس ايش بس هذا سي بارتي انا دوس انا عيدا ايرس او دا فالايرس يكون هنا بالاخير البيبل البؤبؤ مال العين هالبيبل مال فتحة انت اللي موفي لايت زين طلع بس نجي الاريا منو هاي سمينا طلاب سكليرا مو سكليرا بس سكليرا بيه شنو فيتشرز لازم نشوف سكليرا الفيتشر مالته شنو بتريزيف اول شيء شنو اوبتيك نيرف فرونلي بوسيل اسبكت اوبتيك نيرف يدخل منها يدخل اوسو عندك شنو الارتيريا سبلاي مالت الاي بول منو اوفثالمو البرانشات اخذته ما خلص هذا شوف الاحمر والاصفر ولا شوف ولا لا احمر واصفر يلو عند ريد كلر هاي النقاط اشوفوه الراوند اوبتيك ديسك اوبتيك انترنس اوف اوبتيك نيرف براد جوردوس، بيني تان جوردوس، هذه نيرف عند آرتريس تمام؟ بيدخل وين؟ بيسنج دي أول سكليرا، هاي نسميه لامينا كربلوز نسميها هذه. شنو أخذنا كربلوفوم بليت؟ ما أخذنا؟ كروم بالسكال، نسيريا، هذا نسميه لامينا كربلوز. يعني سيف لايك نسيريا.
and piercing by the artery and the nerve. خمسة ويا بعد أحسن إيش؟ أوفرالميك. ده شو هقوله؟ سكليرا piercing by the artery and nerve. واضح؟ هنسميه شنو في عامل واحد posterior short and long ciliary artery. branch of the ophthalmic arteries. posterior short and long arteries piercing this area. هذي يخترقون يدخلون للآي بول. منين يدخل؟ يدخلون للامينا كربروسا هذه الأريا. around the optic nerve. سمينا short and long ciliary artery branch of the ophthalmic arteries posterior short and long arteries piercing this area هذا يخترقون يدخلون للآي بول منين يدخل؟ يدخلون للامينا كربروسا هذه الأريا. around the optic nerve سمينا posterior هو مكان اسمه لامينا so piercing للسكليرا بس الارتريس شو اسمه؟ posterior short long يعني short and long posterior ciliary artery عندك posterior ciliary artery long short يعني سميه short posterior ciliary artery يعني long posterior ciliary artery يعني long short posterior of them عندنا اثنين long و7 short وين يدخلون؟ للسكليرا طلاب هاي سمينا posterior short ciliary artery posterior long ciliary artery يدخلون من هنا للسكليرا حتى ارضية سبلاي من للاي بول بس بس صورة فاس السباشة فديس وان طلاب سمينا هاي نيجي نقول له posterior short ciliary artery long posterior long ciliary artery دخل تو artery واحد long واحد short زين دخل وين راح نقول له الكورويد مش هون فقط اذا بيجي بالسكليرا الكورويد مش هسه تشوفون كورويد ولا شو صار في فين وارتري اوكي فالارتري طلع تشوفون ارتري والفين دخل وين هسه تشوفون هذا اها كورويد هذا الارتري ايش سمينا طلاب هسه هذا هذا شورت posterior ciliary artery. This one long posterior ciliary artery. Short. أكله short. أكله short. اللي يوصل لل شو اسمه؟ نسميه equator of the eyeball. يعني خط الاستواء مع ال eyeball. Equator نسميه. Equator of the eyeball. إذا يوصل للآتر اللي هنا short. إذا عبره يعتبر long. زين؟ فهذا كلاند مارك تقريبا. بس الأري هذا شو كله short. 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 والبقية شنو هذا؟ long. اللونج عندنا بس اثنين تقريبا. بس البقية كلها short. تمام طلاب ما في عندنا اشكال هذا الفين رجع هسه نسميه فورتيكوس فين فورتيكوس فين وين يروح على الاوفرالميك فين صراحة نجيبه طلاب الارتري دخل مو هاي سمينا هذا الارتري اذا شوف طلاب وين وصل الشورت بوسيريا سيريا الشورت بوسيريا سيريا ها كله لونج شوف اللونج وين وصل اللونج ويا طلاب اكو اشكال اللونج والشورت واضحه تمام وصلوا واضحه نشوفها لو ما يحتاج هاي سمينا هسه short posterior also short also this one long posterior ciliary artery خلصنا من هذول عندك نيجي على السكليرا نرجع this artery called فصارت تسمي لها anterior ciliary artery anterior ciliary artery هذا منين جاء from directly from the ophthalmic division هذا من ophthalmic also بس من muscular branch مو supply the oculomotor extra ocular muscle ocular muscle by this من هاي this artery called فصارت تسمي لها anterior ciliary artery anterior ciliary artery هذا منين جاء؟ from directly from the ophthalmic division هذا من ophthalmic also بس من muscular branch مو supply the oculomotor extra ocular muscle ocular muscle by this من هاي المسلز عندنا برانشات راح يطلع supply وين؟ يروح على anterior aspect of the our sclera also راح يسوي شنو؟ piercing المن للسكليرا give an استموس ويمن ويا long posterior ciliary artery بس ويا long مو ويا short فهمنا طلاب نعيد على حكي هاي سمينا piercing the hour خلينا نقول الاريا near this scleral corner junction يدخل من هناك يسوي انستموس ويمن ويا لونج سيلري ارتري تو شنو جيف انستموس اراوند ذا ايرس راح يغذينا الايرس هاي الانستموس ماكو راح يغذينا الايرس هاي الهوسه اللي صارت ايرس عن سيلري بودي تقول لك اذا شايف تيشر انا لازم تعرف هذا اللونج ليش من اللونج مبين والشورت مبين وايل فين فورتكس فين فورتكس فين وي هاف هاو ماني فينز طلاب اللي يطلع من الاي برا عكس درنج فور فور الى خمسه واحد اثنين ثلاثه اربعه هذا شوفها اسمه فورتكس فين هذا شنو فورتكس فورتي فين فين فورتيكوس هي انا بعدين
ما تقول له فورتكس حتخلص فورتكس نعم اوكي فين ها اكو عندنا اشكال ولا انت اخبرت انه صاير صاير رسل ما ادري لكن انا سد السنتر الارتري ما هو السنتر الارتري هو السنتر الارتري هو الاند ارتري يعني ينتهي ما له تفهم ما له اسم اذا صار اوكلوجن انسايد ذس ارتري فالريتنا قبل تكون الشبكيه والحش كله بالشبكيه دايركتلي برايمز فالله يستر شو نسوي ندعو دائما رب العالمين وهاي شغلات حساسه في الجسم تمام يا رب العالمين ليه هسه طلاب واضحه اكو عندنا اشكال من ما فهمت اللي هو الاكريمال عند شلون النيرفات اخذناه طلاب بال شو اسمه التيرو بالتان جانجليون نيرفات اخذناه ديفيجن اوف ذا ماكسيلري نير اخذناه بال شلون يسميه ميديال وول باللاترال وول على هذا الاسم يمشي الارتريز مالتنا ميديال وول اخذنا لاترال وول ايش شرحناه ولا ما شرحناه شرحناه بس ما ذكر وزن تمام طلاب اللي هنا زشين طلاب بس خلينا نرجع لورا لأنه وقت ضيق ولا this one called artery anterior سيلاري artery خلاص this one long short هم هذا long long هم اللي long عندنا اثنين والبقية seven كلها short artery supply this area well vorticus then then بعد طلاب ال area between تشوفون ال iris الارس مالتنا هو اللي يقسم ال anterior chamber to the posterior chamber يقسم لنا ال anterior part of the eyeball إلى anterior chamber and posterior chamber فالarea between cornea and iris تشوفها called anterior chamber this face الarea between طبعا اللينس هنا يقعد اللينس طلاب العدسة عدسة العين يقعد وين axillary body زين الarea between iris and lens called posterior chamber سمعنا طلاب اللينس طبعا كان موجود طلاب بس طلاب مكسره ما ادري وين ذهب وما اقصد اللينس كان قاعد بمكانه موجود فالarea سمعنا طلاب Anterior chamber between the cornea and the iris. The area between iris and lens posterior chamber. نصور قالوا من شيء. افتحنا طلاب the area between هسا اللي يسمينا الفراغ anterior chamber between cornea and the iris. مش عارف اسمه. الجو حار. The area between the lens هذا اللي سنا الطلاب بدنا خذوه ما أدري وين راح. The area between lens and iris called posterior chamber. This area filled by شنو aqueous humor الفلود الموجود يسمى aqueous humor الاقوس humor البرودكشن ما تقول يصير بالposterior chamber وينتقل وين للanterior chamber from the anterior chamber راح يصير شنو drainage to it إذا هذا الكنال نسأل إلى الاسم هذا الكنال أخذتوا اسم الكنال مو وايت أبيض هذا نسميه suspensor ligament suspensor ligament تشوفون هذا طلاب هذا الليجمنت طالع من posterior aspect of the anterior body بي process يصير anterior body بي process من process يطلع ligament حتى يلزم العدسة give attachment to شنو fix the our lens in its place هاش شنو يسمينا suspension ligament من يطلع from the ciliary process on the ciliary body واضح كلاب اوكي الانسان العادة جنب شو يسمينا العادة كلاب هذا 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 بخروج. الأنتيريا هذا الأنتيريا تقريبا بس يعتبر شنو؟ الأنتيريا اللي بين اللون والأنتيريا سيلاري. هذا كله شورت. بس هي الأنتيريا خلينا اللون كله شو هذا شو اللون؟ أو سيلاري اللون سيلاري أرتري. هذا شورت وان هذا لونج وان. طلاب عندنا نظر إيريا إيش كان بيب الله؟ ها. دس إيريا طلاب. مع ناس كليرا. اسكليرا لا هذا اسمه كورنيا هذا يسمى كورنيو سكليرا جانكشن او نسميه لمبس هاي لمبس ف ابارد لمبس ابارد كورنيو سكليرا جانكشن شو هسه شو يغطي بس انا شو لازم اقول مو جانا
أكون سوي conjunctival. But this angle أكون أنا كنار of شلم يسمونه. فهذا يسوي درينج أو منو of أكوس هيومر. فلازم يسحب إذا ما سحب إذا سد هذا القناة أو إذا القناة بيكام كلوز يؤدي إلى شنو إلى جلوكوما. قوم والله شنو blindness. هو هذا المشكلة عندنا. شنو نقول له هاي؟ أكو إشكال؟ هذا نظري بس كعملي ما عندك هذا السؤال. بس عندك تعرف ال أديب الشمبر ياهو بوسيلة الشمبر ياهو بوسيلة ريبادي إيريس الريتينا أورسيلاتا كورويل والفينس درينج والفين والأرتريز والنيرفات الموجودة. على سنتر الأرتر عند فين هذا أوبتيك نيرف. بس وايت كلا شنو؟ لا هذا وايت وايت. ها؟ دورا ماتر؟ ما نزلت دورا ماتر. ف ها؟ جولي بس أنا حاليا. إيه فالنيرف طالع من البرين دارك خالص نيرف. يعني هو أصح نقول terms of it يسميه optic tract مو optic nerve هو tract أصلاً طالع من الدماغ أو المغز اللي عندنا جزء وياه وجاي بس another nerve كريم مثلاً نقول عندك trigeminal labducent it has no meninges ما عنده meninges بس هاي فقط optic nerve عنده meninges وهي الأكثر من الأرتر سلام نقول نسميه optic tract مو nerve طلاب هاي الزيادة شنو طلاب عسلي vitreous body is the vitreous body like gel موجود في posterior part of the eyeball فهم شنو vitreous part is the هذا شنو like gel material مثل الجلسة داخل العين to maintain the shape of the eyeball هذا ما موجود هذا ما يخش يصير collapse shrinkage of the eyeball but this gel shape is the شنو vitreous body موجود في posterior part of the eyeball يعني كونتاكت ويا الريتينا دايركت ملي زمان مجدو فلا وين وصلنا هسه ها نجعل هذا شو اسمه شكلات مو اوكي ذس وان طلع هسه يا اي هذا ناصر ليفت ثبت ثبت اكيد ها ماشي لا بوس بس انا ليفت او رايت شنو زين اذا رايت ليش قال ليفت ليش هذا على يقول من برج هذا ليفت هذا من برج هذا من برج اوكي شنو اوتو رايت نزل لوس شو جاي هذا انت من برج هم لا هسه شنو هذا يا هو بس قول ليفت او رايت انا اقول رايت ليفت اكيد هو ليفت شو عرفت ليفت لاكن مال جلاند وين هذا لاكن هذا لاكن مال جلاند اقصد لاكن يوستندر يقول له صوم ماس يعني يقول له صوم ماس ايوه ليفت اي هذا ليفت اي كلها فديس واي لاكن مال جلاند شو بي لاترال اسبيكت اوف ذا اول ايبول يقعد على ايبول مو سيقول لك لا اسبيك ايبول هذا ما في شغله قول انا اوكي فديس وان فور لاف كود ليفت اي مالتنا الانجل سمي لاترال انجل ميديا انجل ايبول يقعد على ايبول مو سيقول لك لا اسبيك ايبول هذا ما في شغله قول انا اوكي فديس وان فور لاف كود ليفت اي مالتنا الانجل سمي لاترال انجل ميديا انجل نقدر شو نسمي لاترال كانفاس والميديال كانفاس يا سمعت الكانفاس هو هذا لاتر عند ميديال كانفاس اوكي فالاريا عندك هنا فمثل صار شو يسموه الكرنكل ثينكينج كرنكل مو عندنا بزاويه العين هذا الكرنكل مو الكرنكل شو يسوي ميكاس ميمبرين متجمع هناك اوكي فذيس كرنكل شوف مين صار عامل لك كرنكل ليك لا يعني الكرنكل موجود وين داخل البحيره داخل المي هو هذا الشيء اذا الكرنكل لاكرمال الكرنكل مالته وين موجود انسايد اللاكرمال ليك خلصنا والبريكا سيركولار اسمع اسمع فيش حشية فتو هاي عفو مو مشكلة السوبيريا الان ينفيريا لكن ما البابل اللي اخذتو بانك تم اخذتو كناليوك اللي اخذتو اي اي كل ميزة اخذناها مو عندنا سأل المي دائما العنين سدامنا رطب ولا مو رطب مويستن ولا مويستن تمام دائما المي يطلع المي هذا وين يروح هذا الجزء ساكت شو ساكت شو نازل شنو نروح شنو نروح الباكوي أو ذس فلويد من الجلاند بعدين شنو عندك عندك إنفيلر عائلة ولا أبر ولا وا
بالميدل بالميدل خلينا نقول اند او زي لسا هنا بابلي نسميه لاكرمال بابلي نسميه عندك البابلي شاف عندك البانكتوم بس هذا البانكتوم عندك كانالوكلي كانوا ومن هناك تدخل المي على ال تو لاك تو كانالوكلي افتر هذا كانالوكلي عندك شنو؟ لاكرمال ساكوين بعدين ليش؟ ومن لاكرمال ساكوين ينزل نشوف هذا الناصر وين يفتح؟ انفير ميرتس فاهم ولا؟ فاذا انسد شو يصير؟ جنسه الماء وين يطلع؟ كيف يضعفه؟ اذا قاعد الماء يشوف كل ساعه تمشي تصير اي بوك بانسي يعني انا استاذ فاذا واحد من يمشي شو يصير؟ العين دموع تنزل مو؟ شو يسوي؟ يمسح عينه مو؟ بعدين شو يسوي خطوه ثانيه؟ شو يسوي؟ ما ينزل الا الانتظار كامل ينزل ولا لا ينزل احنا شايفين الحاله كلها شايفينها ما شايفينها؟ فالماء من هناك ينزل ثرو ذا كانالوكلي بعد لاكن ماساك بعدين لاكن ماداك انفيريور نيزل ميتاس ريسيف ذا فلويد اوف ذا اور اي شو اسمه اي بول مالتنا افتهمناه طلاب؟ لا ترى جاي الميديا مش رابط بل لاكن مليك الميديا عند الطلاب يسوي لاكن مليك هنا يجمع الماء بالميديا برضه ما ادري ايش ابو برضه نشوف ايش هذا بس اول برضه هذا شنو لاكن ماساك بوزن هذا ميدل انجل لو كان بالكرن كور هذا ما عندك هنا تو اوبننج نسميه لاترال بابيلي بي بانكتوم البانكتوم بيشن اوبننج نسميه كاناليكولي كاناليكولاس تو كاناليكولي فمن باي ذيس تو كاناليكولي يروح وين؟ على لاكن ماساك انا رشاف تاع رشاف لاكن ماساك بوزن هذا لاكن ماساك كلها ينزل وين الداك؟ ينزل لاكن ماداك اوبننج انفيريور ميتس بلو ذا انفيريور كونكي فالمي يروح هناك فكل ما تبتون تذكروا هاي شو اسمه المو شو راح ينزل بس أكو شيء ما أبي بس هذا شيء زين يعني فيه يعني نوعا ما يفيد بالامتحان وكذا يعني بس هذا جلاند طلاب كعملي هو هذا العمل اللي أخذناه هسه المصوص والكوتس أو the eye والنيرف الموجودة به بعد طلاب الآرت اللي شفناه ماكولا ليوكيم الماكولا ليوكيم هذا بيوكيم يجب أن يكون بأصفر تخبو ماكولا أبصى عن بوكيم وفي الدسك لا تردو 8 مليم ماكولا ليوكيم يسميه بلاين سبوت يسميه أبدا الدسك 9 مليم لا تردو يسميه ماكولا ليوكيم ماكولا لوتيا لوتيا بتروح بيت كورد يعني برود ماكولا لوتيا اي فالشبه ما تسبع بنا نادي اوبتيك ديسك هذا سمينا لاتراتوت 9 ملم ماكولا لوتيا اوكي شو صار هذا يروح كم اصلا شوفوا يا اخوي الله بنا لكن لوتيا سارد ودهن سارد. طلاب. أنا سكملنا جانب العملية تاعنا